تلميذة بكالوريا تتفاجأ بنجاحها خلال ذهابها لاجتياز امتحان دورة التدارك. تابع معنا تفاصيل القصة. تلقت التلميذة هديلة المرسمة بالمهدية الثانوي بكركر من معتمدية بومرداس التابعة لولايتها المهدية خبر نجاحها في الدورة الرئيسية من امتحان البكالوريا، وذلك يوم ذهابها لاجتياز امتحان دورة التدارك يوم الاثنين الفارط، حيث تم إعلامها بأنها قد تحصلت على معدل يؤهلها للنجاح. وقد تم إخبارها بهذا التغيير الذي طرأ على المعدل رفقة تلميذتين أخريين مرسمتين بالمعهد المذكور نفسه في شعبة العلوم التجريبية، واللتين كانتا قد تقدمتا بطلب تثبت وإعادة إصلاح لوزارة التربية من النقاط التي كانتا قد تحصلتا عليها في مادة علوم الحياة والأرض، إذ راودتهما الشكوك حول المعدل المسند إليهما وفق ما أكدته التلميذة يسرى التي تحصلت على معدل 18.40 بعد أن كانت متحصلة على معدل 16.28 قبل التصحيح. أما التلميذة فاطمة فقد ثبت تحصلها على معدل 13.55 عوض 12.79، وكانت وزارة التربية قد تلقت 1521 طلبة تثبت في معدلات الدورة الرئيسية من البكالوريا، ووقع التثبت في جميع الملفات حيث تمت إجابة كافة المترشحين على المطالب المقدمة في الآجال القانونية وقبل اجتياز امتحانات دورة المراقبة وفق ما أكده المدير العام للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي في تصريحه للإعلام المحلي.